عسلامة ومرحبا بكم على قناة التاسعة في برنامج إيكو 9. نرجع كل أسبوع ونحكيه على مواضيع تهم الشعب التونسي، كسوا في الرياضة، في ماكلته، في حياته، في قرايته. اليوم اخترنا باش نحكيه على المشاريع اللي محطوطة في تونس والرياضية. اش فما؟ اش عنا؟ اسكو عنا منجزات؟ اسكو عنا استادات؟ عنا تيرانات دو تنس؟ عنا بيسينات؟ خاصة وأن على أبواب ليزولمبياد باريس 2024 عنا العديد من الطاقات في تونس في كل الميادين، في الرياضات الفردية وإلا الرياضات الأخرى اللي هي جماعية. اليوم باش نحكيو في البرنامج هذايا على المنشآت الرياضية في تونس. وجهنا الدعوة للسيد فخر الدين فضلون، رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب. مرحبا بك سيد النائب. مرحبا بك سي نشأت، وشكرا جزيلا على توجيه الدعوة. بجنبه سي عبد الفتاح ابراهيم، هو عضو المكتب التنفيذي للجامعة البناء والأشغال العامة بلوتيكا. عسلامة سي ابراهيم. مرحبا بك ومرحبا بالمشاهدين التاسعة. سي شكيب، مرحبا بك. ورغم اللي عندك ديزونجاجمون ما يسالش، تحضر ديما وتكون معناها مش حتى سي عدنان ما عندوش، عنده ديزونجاجمون وحضر معنا اليوم زاد كمان. سي عدنان مرحبا. عايشكم بيك وشكرا على الاستضافه. باهي، مالا نمشي مباشره وين المشكل؟ سي فخر الدين فضلون، شحال قوس؟ انا وقت اللي راه ضربوا تونس في تونس ويتغطى جوليقه حمراء، عندي انا ما نقولش خيانة عظمى ولا نقول ما نجمش نعطيك احساسي. علاش عملتوا؟ اش عملنا لكم؟ صحيح سي نشأت، اش عملنا لكم؟ هاي انا باش نقول لك، هو راهو الواقع الحكايه مش مقلقه قدر ما هي الحقيقه هي لا كي ضربوا تونس ما يطلعش مقلقه برشا، اكثر من نجم نوصفوها اللي هي مقلقه. باش نحط المساله في اطارها، احنا مانيش باش نحدوا المسؤوليات شكون اللي كان سبب. بقى انا بالنسبه ليا فيما يعنيني كرئيس لجنه معنيه بالرياضه، لازم نوضح للراي العام اليوم اللي مجلس النواب الممثل في اللجنه المختصه اللي هي لجنه التربيه، قمنا بكل ما ينبغي القيام به في وقت وجيز جدا. ونحب نرجع شويه، القانون هذا راه جانا الى مجلس النواب بتاريخ 3 جانفي 2024 وفيه استعجال نظر من السيد رئيس الجمهوريه. بداية من 4 جانفي اليوم من الغد بدينا في جلسات الاستماع، والجلسات اللي هي معناتها لابد أن نطاقع لدراسة مشروع القانون، واستمعنا إلى الجهات المعنية بما في ذلك وزارة الشباب والرياضة. وكنا الحقيقة أشرنا في لقائنا مع السيد وزير الشباب والرياضة إلى مسألة التأخير، لأنه نعرف احنا كنا مطالبين من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لتعديل هذا القانون منذ نوفمبر 2021، وسألنا علاش اليوم نعديوه ولما هذا التأخير. باش ما ندخلوش برشا تفاصيل، كانت إجابة سامحني بون، هو معناتها فما مسائل اخرى ممكن اللي هي كانت محل دراسه، فما مشروع الهيكل القانون الهيكل الرياضيه اللي هو بصدد الاعداد وما الى ذلك، ونعرفوا الناس كل اللي هي الحقيقه معناتها، لكن هذا لا يبرر. وقتها كانوا لاهين بالجامعه التونسيه لكره القدم، هو هذا لا يبرر. باش نحب نوضح نقطه، احنا كنا اتفقنا كلجنه وانا شخصيا اتفقت مع السيد وزير الشباب والرياضه على اساس انه بعد التعديلات على الفصول اللي عددها 45 في مشروع القانون هذايا، قبل ما نعديو للمصادقه في مستوى اللجنه ومن بعده الى الجلسه العامه، نسلم نسخه منه الى وزاره الشباب والرياضه لعرضه على الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات للظفر بموافقتها قبل المضي الى الجلسه العامه، وبالتالي نكونوا معناتها بالشكل هذا ابعدنا امكانيه العقوبه اكثر ما يمكن على بلادنا. أيوة. لانه احنا قلنا في الجلسه نتاع 5 جانفي، قلنا كل شيء الا الرايه الوطنيه، وليس هنالك ما يمكن ان يؤدي بنا الى ذلك. نحب باش نكمل لك باش في نفس السياق اخويا نشأت، يعني احنا كنا نهار 25 جانفي خذينا كتابيا عن طريق وزاره الشباب والرياضه بموافقه الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات على مشروع القانون المتكون من 45 فصل. ايوه. وبالتالي مر الى المصادقه في اللجنه ومنه الى الجلسه العامه، ولاول مره تتم المصادقه على قانون بمش الاغلبيه، بجميع الحاضرين 122 نعم، بدون تقديم اي مبادره تعديليه، لان احنا فسرنا لزملائنا وزميلاتنا النواب ونحب نشكرهم بالمناسبه على انه لابد من انه نحافظوا على روح هذا المشروع، لانه هو اقرب للميثاق من قانون.
ملزم لكل الدول، لكن الحقيقة فما ممكن نصوص ترتيبية فيما بعد وراه. احنا وقت اللي صدقنا عليه مسؤولية تكون نصوص ترتيبية أبش نوصل لك المسؤولية. احنا صدقنا عليه بتاريخ 7 فيفري، إذا كنت تعرفوا أنه نهار 9 فيفري نشر بالرائد الرسمي وهنا انتهت مسؤوليتنا احنا كمجلس نواب بنجاح، بل أنه احنا عملنا الشيء أكثر من اللي احنا مطالبين به، وما عندناش مزية على دربونا باش ضمننا الموافقة بصفة غير رسمية. دونك هما فما كي عديتوا في فيفري ضربوا نورمال يطلع هاو ما طلعش. احنا في فما هي المسألة متعلقة حسب اللي نعرفه أنا بأمر ترتيبي. احنا كما تعرف كان الأجل الأقصى هو 6 أفريل باش يتم استكمال كل الإجراءات بما في ذلك نشر الأوامر. الأمر المعني اللي لم تقبله الوكالة الدولية نشر بتاريخ 5 أفريل، يعني في الأجل من ألطاف الله أنه نشر في 5 أفريل، خاطر احنا إذا كما نشرناش الأمر هذا ممكن تكون العقوبة غير يعني مش تكون وقحة أقوى. وبالتالي نشر يوم 5/6 أفريل، يعني أعلمت الوكالة الدولية أن هذا الأمر غير مطابق وهو يتعلق بالتنظيم الهيكلي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات. انطلقت الوزارة الحقيقة اللي نعرفه احنا من تاريخ 6 أفريل. حاجة برك أنا مش يقفوني مش خاطر مش نكملوا نواصلوا في موضوعنا. أنت كمشروع قانون خذيت لاكور تاع الوكالة قبل ما تعديها لمجلس النواب، قبل ما نعديها لجلسة العام للمصادقة. سمح للمصادقة الوزارة اللي هي على اللي هي باش تقوم بال 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 بالأوامر الترتيبية ما عملتش الشيء هذا؟ احنا ماك تعرف لكل لو معناها إذا كان أنت عطيت أهمية كبيرة وعديت على قبلت نورمالمون ما تقبلش تقول جاني قانون يجب ندرسه كما هو ونشوف مصلحة البلاد ومصلحة كذا، قبلتوا أنتوما كنواب باش تعملوا على خاطر مصلحة البلاد. مصلحة البلاد ولكن الوزارة يا أخي ما جاتهاش الذكاء ولا الواحد باش تقول لك أي خلينا نعدي للواحد نشوف ساعة يندراه الأوامر الترتيبية تتعدى ولا. احنا شوف احنا في إطار ما نحطوا المسألة في إطار سي نشأت خويا، احنا في إطار رانا احنا كل له وظيفته أكيد، الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية وما إلى ذلك، ولكن فما رابط فيما بيننا هو نحن ملزمون بالتفاعل والتعاون فيما بيننا وإيجاد الآليات التي من خلالها يمكن أن نوصل النتائج اللي نرسموها احنا. وفي هذا السياق كنا اتفقنا واقترحنا على السيد وزير الشباب والرياضه، واللي هو المقترح الحقيقه هو جاء من خلال جلسات استماع معناتها من اللجنه الوطنيه الاولمبيه وقت اللي استمعنا لهم. قالوا لنا طلبوا منا قالوا شوفوا انتم اسكو تنجموا تقولوا سي فخر الدين انا نقول لك حاجه برك يزكم جلسه عامه على الموضوع هذا انتم خاطر ضربوا تونس ما يطلعش تونس مسؤولين عليه. سي نشط نقطه برك جزئيه النقطه هذه خاطر تعز فيا ما نجمش نقولها، باش نخرج شويه على السياق. شوف اخطر عقوبه هي انه ضربوا ما يطلعش، اقول لك ما نجيش في بلادك راه شوف كي تهبط لي دربو نتاعي فما ناس ندربوا فيهم اليوم باش يموتوا على الدربو يعطيوا حياتهم دمهم. ماتوا عباد قبلنا، الناس ماتت قبل على الدربو جوست باش يهزوه هكا الدربو هذاك يتحط. انت اليوم فلسطين الناس تتوقف في مانيفيست خاطر شاده دربو فلسطين، تعرف من دربو يهبط. فما ناس اليوم اقسموا على انه دربو ما يهبطش. ما نجيش عاقبني ما نجيش قول لي تخلص خطيه ما تجيش ممنوع من المشاركة، أما الدرب وهذاك الأحمر واضح. وفي بلادي أقوى عقوبة ما يهمنيش صارش ما صارش علاش كيفاش سي إنادميسيبل نقطة وارجع للصدر واضح. نسكروا نغلقوا القوس ونعود نرجع معك سي فخر الدين فضلون. شنو الوضعية تاع المنشآت الرياضية في تونس؟ أنت تو عندك رئيس لجنة دونك عندك رؤية وعندك تعرف شو فماش وما فماش شو الوضعية؟ ملف المنشآت الرياضية في تونس هو الحقيقة ملف حارق وملف يعني فيه ضرورة إعادة نظر في الوضعية اللي وصلت لها المنشآت الرياضية في تونس، ولا يختلف اثنين في أن منشآتنا اليوم الحقيقة تطلق صرخة فزع. وأنا شفنا احنا وضعية الملاعب اللي المنزه اللي هو معناتها عنده تاريخ واحتضن لقاءات دولية اليوم معناتها محلول الملف نتاعو كان زاروا السيد رئيس الجمهوريه. عندنا ملعب الشيخ زويتي اي عندنا ملعب راتس اليوم اللي هو ممكن الملعب المركب الرياضي الوحيد اللي هو قاعد لنا وقابل باش يحتضن تظاهرات يعني لقاءات يعني مباريات في كره القدم الدوليه، ولكن في اشكاليات في هذا السداد. نحب نقول لك سي نشأت اللي البارح انعقدت لجنة التربية المختصة في الرياضة، وإحنا عندنا رانا كوننا لجنة متابعة هي لجنة فرعية للجنة، وستكون لنا خلال الأسبوع المقبل هو الخبر يكون لكم أنتم في سبق لزيارة المنشآت الرياضية باش يكون عندنا إن شاء الله زيارة إلى المركب الرياضي نتاع الرادس، عندنا زيارة إلى المسبح الأولمبي بالمنزه، وعندنا زيارة إلى ملعب شادي زويتن،
وكذلك في اليوم الموالي باش تكون عندنا زياره الى الملعب الاولمبي بسوسة، وذلك للوقوف ميدانيا على هذه الاشكاليات بطبيعه الحال بحضور الجهات المعنيه اللي هي متمثله في وزاره الاشراف ممثل عنها، هذا اللي طلبناه البارح. وزاره التجهيز ولا الرياضه؟ الرياضه قبل كل شيء صح، والسلطات الجهويه المعنيه وكذلك السلطات المحليه لما لا. يعني هذا باش يكون في اطار الخطوه الاولى بطبيعه الحال لمعالجه هذا الملف، لانه باش يكون عندنا خطى اخرى فيما بعد. ما تعرف احنا لجنه الفرعيه للمتابعه هذه فيما بعد يكون عندها لقاءات اخرى مع الجهات المعنيه اللي هي عندها دور رقابي رسمي قانوني وطني. والحقيقه احنا مش المساله هي تحميل مسؤوليات بقدر ما هو الوصول والولوج الى الحلول. اليوم لازم نفكر فيها، خاطر مش معقول اليوم منشاتنا وصلت الوضعيه هذه. اكيد فما اسباب على الاقل خلينا نعرفوها ونتلافوها في المستقبل. والابعد من هذا احنا كنا تطرقنا له سي نشأت، راهو احنا كي نحكيو على المنشات الرياضيه في علاقه بادائنا في المشهد الرياضي الوطني وكذلك الدولي. اليوم عندك مشكل اخر قبل ما تمشي المنشات سي نشأت، اللي هو المؤسسات التربويه اللي هي المنبت الاول لاكتشاف الرياضيين في المراحل الاولى. عندك راهو نسبه كبيره تقريبا، فما حسب ما نتذكر تقريبا 30% من المؤسسات التربويه بدون رياضه ابتدائيه، لانه 30% الرقم متفائل شويه. غياب الملاعب يعني هذا مشكل كبير. اليوم لو انه نشوفوا فما توجه من الوزاره اللي معناتها علمنا به مؤخرا، اللي هو فما برنامج الملاعب الاحياء اللي باش تكون ان شاء الله يكون معناتها يرى النور في المستقبل القريب، خاطر هذاك هو راهو احنا خواص ولا عمومي؟ لا عمومي، لانه احنا نشوفوا اليوم النتائج اللي وصلنا لها في الرياضه وناخذوا كمثال في نفس السياق النتائج المخيبه للمنتخب الوطني التونسي في كره القدم، واذا كنت قلته حتى في جلسه عامه، راهو يرجع لبرشا برشا اسباب. احنا قلت لي جاء السيد وزير الشباب والرياضه وقلنا راهي خيبه امل بعد اذنك، وقلنا لهم راهو رجعنا اضطرينا في شهر نرجع 78 باش تفرجنا على الملحمه نتاع المكسيك، باش خرجنا من خيبه الامل هذيك، والناس اللي وقتها مثلوا راي الوطنيه خرجوا من الفتاحي، خرجوا في ظروف يعني صحيح. يعلم ربي كيفاش. اليوم عندنا الامكانيات على الاقل معقول ونوصلوا لهذا، هذا مش معقول، يلزم الحقيقه اعاده نظر في كل ما يهم الشان الرياضي في تونس. سي عبد الفتاح باش نتوجه لك بالكلمه، على خاطر انتوما اللي تقوموا بالاشغال حسب رايي انا هكا ولا شنو الاشكاليه اللي موجوده في الملاعب سيدي هاي كلها، حتى الصيانه ماناش قادرين نعملوها. هو الحقيقة بارك الله فيك على الفرصة اللي أتحتها لنا اليوم باش نجموا نفسروا الرأي العام الرأي الجامعة وأهل الاختصاص. أولا الساعة كل منشأة هي أصلا ماهيش نتاع المقاول، هي نتاع المالك الأصلي نتاعها. بالنسبة للمنشآت العمومية نتاع فما بلدية وفما وزارة الشباب والرياضة، فما حاجتين. كان صاحب المنشأ ما يقومش بالصيانة اللازمة ولا بالعروض الاشغال اللازمه اللي هي موجوده، دونك مش بيجي المقاول وحده باش ينجم هو يبادر ويمشي يخدم وحده. معناها الكونترا نتاعك يقف عند الانجاز كهو، صيانه ماهوش تبعك، يلزم يعمل شركه اخرى للصيانه. لازم صيانه تكون شركه. لا نسال معناها يلزم حاجه اخرى للصيانه بعد العام هذا مش معمول به. بعد العام جارانتي كل منشاه عموميه تخضع السنه جارانتي هذيك معناها اذا كان فيها العام دونك ترجع المنشاه لصاحب المنشاه هو اللي يهتم بالصيانه نتاعها وبالبقيه يعمل عقد مع شركات اخرى شركات اخرى ولا في اختصاصات معينه. معناها اذا كان فيها حاجات سبيسيفيك كما لي بيسين مثلا لازم لي زيكيبمون هذوك الموجودين في البيسين لازم يكونوا صيانه دوريه واضح كما في مثلا في اي منشاه الكهرباء والماء واذا كان فما مصعد في الغازون في كذا يعني كل فما مقاولين ما شاء الله عندنا 6500 مقاول في تونس. انا ليبيا انا نتفرج في تيران تاع ليبيا وقعدت بهت انا قلت يدرى كيفاش المناخ نتاعنا تيران تاع ليبيا ذاك خدمته اونتربريز تونسي نعم وتم التدشين نتاعه تقريبا عنده شهرين تو اونتربريز تونسي خدمته تاع ايش ما خدمتوش في تونس لا احنا هذه المشكله نتاعنا احنا علاش ما نخدموا احنا لبرا راهو الناس كل تشهد بكفاءاتنا وتشهد باللي برودوي نتاعنا وعلاش نجيو لتونس لهنا نلقاو روحنا معناها فما اشكال لا خدمها واحد من استراليا ما خدمها حد تو سامبلومون ما خرجوش خدمها تونسي لا ما خرجوش لابيل دوفر خاطر ما عندهمش فلوس سامحني اذا كان انت الغازون خدموه توانسه غادي في ليبيا أي. انا مو باش نعاود غازون تاعي في تونس علاه ما خدموش توانسه زاد والله هنا قلنا نفس المشكله احنا مشكلنا ساعه اولا تحديد الادوار دور المقاول راهو يقف في الانجاز اذا كان الكيت شارج تكون موجوده
والدراسات تكون قائمة معناها بالمواصفات العالمية وبالمواصفات المطلوبة. أنت وقت اللي تطلب المقاول مواصفات معينة لازم يجيبها. لأنه يعني فما شكون يتبع فيه، فما شكون اللي يجاري في الأشغال. المراقبة. احنا ديجا طلبنا المراقبة تاع الأشغال إذا كان الإدارة ما تنجمش. احنا بقطع النظر بخلاف وزارة التجهيز، تقريبا المنشآت الأخرى الكل والإدارات في تونس ما عندهمش مع كل احتراماتي للناس الكل الكفاءات اللازمة باش تنجم تجاري الكم نتاع المشاريع اللي تنجم تتبع فيه. الخبرة وال 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 والكومبيتونس. سامحني باش نقص عليك بربي يا اخي، علاش المنشآت الرياضية تابعة وزارة الرياضة مش تابعة وزارة التجهيز؟ لا فهمتش التقسيم هذاك. الرياضية تابعة وزارة الرياضة وتعهدوا فيها فيما بعد السلطات المحلية بلديات وما إلى ذلك. هو هذا المشكل راهو، هذا مشكل في حد ذاته راهو. شوف أنا فما قوس نحب نحلو خاطر إيه بشكل فقدت موجود معنا صديقنا يعني مثل القطاع نتاع المقاولات. هو فما مشكل آخر راهو، لأن المقاولات مش أي مقاولات، والمفروض اليوم المقاولات اللي بتستخدم المنشآت الرياضية تكون مختصة إلى حد ما في المركبات الرياضية، وهذا من المشاكل اللي مطروحة. هذا المشاكل مطروحة اللي هو نخدموا المركبات وبعد ما احنا إذا كان قلنا احنا الاكزامبل اللي جبته أنت تويك الاستاد نتاع ليبيا خدموه توانسة، احنا عندنا المختصين راهو ما راهو في تونس. لازم نفهموا حاجة، ما عندناش مشكل نتاع كفاءات، عندنا مشكل إداري ومشكل تطبيق القانون. وإذا كان فما قانون قديم ولا عفى عليه الزمن يلزمنا نغيروه. فما مشكل فلوس، هذاك الفلوس هذاك اترمه، لانه تو فما برشا شركات في تونس ماش تحب تشارك عليه على خاطر يلقى المارشي برا يمشي يخدم على روحه ويخلص في وقته. بار كونتر وقت اللي يجي لهنا لتونس يجي يقعد بست شهور. كيما قال سعدين ملك الشنوا اللي بيجيو مش بيخلصوا. والله هذيك المشكله، هي باش يخلصوا باش يزيدوا يكلفوا هنا معناها تقريبا 6 مرات قد السعر اللي كان ينجم يكون موجود معناها انت توزي. قلت كان مش اكثر سي باهي. سي شكيب نحب نسالك سؤال. احنا تو شدينا سوسه وتونس كهوا، أما ولكن الجمهورية التونسية فيها العديد من الولايات والمعتمديات اللي يلزم تكون عندها تيرانات تاع فوت تاع تنس بيسين. احنا الحفناوي ماك تعرفوا معناها توا سيتا شامبيون مونديال معناها فخر للبلاد كامله، فخر البلاد كامله. احنا من الحفناوي نجموا نلقاو عشرات اذا كان انت عندك بيسين في كل معتمديه وفي كل ولايه، مش بيسين في كل ولايه لازم نورمالمون كل معتمديه فيها دو بيسين. علاش الفقدان هذا ما فماش؟ اي سورتو كو اللي موجودين عندنا الصيانه نتاعهم طايحه وهاو نعاودوا فيهم ونخسروا عليهم بالفلوس. جواب سهل ياسر، حكايه امكانيات ماليه. امكانيات ماليه. لا فما لا ذولي فما برمجه ساعه وقت ناقف وقت نعمل امكانيات ماليه. ما بالكش انا ما برمجتش ما تليتش كيما قال لك توا سيد النايب. اش قال لك؟ قال لك احنا وقت اللي قلنا نحكيوا على ذايا من 2021 هما لاهين وقتها بالقانون نتاع الجامعات، وذاك خليه توا يستنى خاطر تنجم وقتها مش مبرمج هو. لا لا شو البرمجه على كل ما هو التجهيز. البرمجه تسير، البرمجه تسير كل ما هو التجهيز 10 سنين قبل. شنو ما الحاجيات نتاعنا في العشر سنين القادمين دون 10 شنو اللي باش نحتاجه، هذيك قاعده تسير. اما من بعد يلزمك البرمجه هذيك تطبق. تطبق هذاك ما يطبقش. عليه ما يتسبقش لا إداري لا حد شيء. الفترة هذه الكور ما عندناش فلوس، والفترة جاي الكور ما عندناش فلوس. دونك أبغتير دو لا تقول إدارية تقول كفاءات، أنا مانيش موافقك. لا إداري لا كفاءات. على الأقل في المشاريع كان جات الفلوس اللي موجودة راهي عم تحكي على الصيانة نتاع الملاعب. راهو أي حاجة تشريها بدا من كرهبتك يلزم يفوا شريتها تعمل الصيانة نتاعها، والصيانة سي بروبورسيونيل للشريتو. كي يبدا ستاد كلف لك 100 مليار عندك 10% يجيو 10 مليار دوات، يلزم كل 10 كل عام تحل على جهة 10 مليار دوات للصيانة نتاعك ستاد نتاع 100 مليار. واحد ونص 2% سي واحد ونص 2% واحد ونص معناها ال 100 مليار نحكيو على 2 مليار في العام. لا تعرف على شنو يحكي؟ يحكي على ستاد نتاع عام 2010 1910 كي كان ستاد بيتون بوان لا ليني اتسيتيرا. اليوم ستاد فما غازون فما تيران يلزم يتعاود فما دي سبوت الكتريك فما ضوء فما بيبان يلزم يكونوا بالبورتيك فما اينوكس فما بلار فما 20,000 حاجه فما صيانه دوريه وفما صيانه معمقه. سير سير انا قلت لك دي بورسون دي بورسون مش بس انا نمشي بيناتكم زوز 5% سيدي توا في اوروبا وصلوا لستاد نتاع سيزيام جينيراسيون الجيل السادس.
الجيل الخامس وقتها ستاك حكايه السكيورتي احنا بين جيل يعني. كل سترا احنا هو اللي يحكي عليه هو 1.2% في العام هو بتاع الجيل الاول 1910 كي ترى استاد نتاعنا وقتاش تبنى استاد المنزه استاد المنزه تبنى 1907 وقت لي جو ميديتيرانيان 1960 استاد سا دوري دو في كيما لي باراج كيما الاخرين الكل اللي احنا اليوم نقول وين وين راقدين عندهم اون دوري دو في دو 30 ans بعد 30 سنه كلكو سوا لا جينيراسيون تيزمك تعاود اي دونك في فرنسا وفي اوروبا برشا بلدان غطسي والحكايه نتاع التمويل البنيه التحتيه الرياضيه كان احنا في تونس غارقين هما زاد غاديك غارقين واحد كيما ستاد دو فرانس وقت اللي بناوه في فرنسا كلف لهم 500 مليون يورو من بعد ما عندهمش الفلوس باش يعملوه عملوا ان كونترا بي 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 وكي خرجوا الكونترا بي 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 الاخرين قال لهم بشويه كان ما عنديش يلزمك تضمن لي انا باش نبني لك يلزمك تضمن لي شيفر دافير نتاعو شنو الكلوب ريزيدون انا والكلوب ريزيدون اللي باش يقعد يلعب فيه قال نورمالمون بي اس جي باش يجي يلعب فيه بي اس جي قال لي ما نمشيش خاطر الجمهور نتاعي وعنده استاد نتاعو ريزلتا اكل اللي تفهموا فيه كل عام يصبوه لهم قعدت الدوله تصب الدوله ولا كوميون ملي كان 500 مليار زادوا له 300 مليار اخرين وصلنا لل 800 مليار اما تقول انت من علاش عملوه ستاد دو فرانس خاطر وقتها يدوفي اكويغ لي جوز اوروبيان يلزم ستاد ينور البلاد احنا في تونس ما نقوين كان كانوا عندنا قبل ستادوات نلعبوا فيهم الكوب دافريك وكل واحد الكل ما عادش اي كان تحب تلعب كوب دافريك ويلزمك حاجه تنور يلزمك ستاد كيما ستاد رادس وستاد رادس هذاك ما نجمش يكون مربح حتى كان تعملوا دو بوان دو فينانسمون بالبي بي بي الدوله راهو باش تقعد باغ لا سويت تخلص عليه هذه حاجه الاولى حاجه ثانيه الوغ باش نمشيو وسكي فغي للفرنسا وسكي فغي لامريكا الكل لا باغ نتاع التمويل العمومي ماشيه وتنقص اون بورسنتاج اون فالور ماشيه وتزيد خاطر لا فالور دي ستاد كيما قلت لك لي نورم دو سيكوريتي تزادوا لي نورم انا ريال مدريد كي عملت توا ستاد جديد هو ديجا كان باهي تعاود تحسن فيه معنا خاسره لا الوغ سي ديف اولا عندهم دي بريمنان بوبليك دو رابحه اما الريال بوبليك باش نعطيك فكره اش معناتها لي ستاد الجدد اللي هما الكلهم راهم السيزيام جينيراسيون يحوسوا في ال 500 مليون يورو مي عندهم هما ريال مدريد برسا مثلا ما مش تعمل سبوتيفاي نيو كامب سبوتيفاي كامب نو عملت الكونتراتو مع سبوتيفاي 28 مليون يورو على 3 سنين احنا عندنا النيمينغ ما عندناش النيمينغ في تونس ارسنال وقت اللي عاودت الاستاد نتاعها في 2004 كلي زانفانسيبل ايتترا ايتترا الكونتراتو اللي عملته اول واحد وقتها نتاع النيمينغ كبير مع الاميريتس 150 مليون يورو على 15 سنه كل عام 10 مليون يورو يخلص لك استاد بارسا خرجها من المشاكل بارسا بالوضعيه الماليه لهذه ويمبلي عاودوه كيف سي بالنيمينغ عندك النيمينغ عندك انسويت لي ريفوني نتاع تسكر في انجلترا ما خاطر انت لازمك تعرف تحب بيان سور كي تحب تعمل تسكر نتاعك ب 5000 ما تبنيش استاد ب 1500 مليار في تشيلسي مثلا باش نوريك وين وصل الهبال فولهام وصلوا فما تسكر مش تسكر في با نحكي تسكر نورمال وصلوا 3000 جني ستاندينغ معناتها 10 ملايين توانسه وصلوا في تشيلسي اللي تقعد وراء البنك نتاع تشيلسي وقاعده كيكا 5000 جنيه ستيرلينغ زاد معناتها كيف معناتها حكايه 18 مليون تونسي التسكره باش تقعد وراهم اتسيتيرا لا بوتيت لابونمون انويل بوتيت مش تسكره بوتيت لابونمون انويل تسكره هو في انجلترا وهبلوا في انجلترا وهبلوا الناس الكل قاعدين يقولوا لا واحد الكل لو تو دو رومبليساج الناس الكل ماشي في بالهم اللي في اسبانيا تو دو رومبليساج دي ستاد اللي 200% اتسيتيرا نو لو فات اللي غلاو تسكر كيما هكاكا وحده كيما اسبانيا لو تو دو رومبليساج دي ستاد موان ما نحكيلكش على كلاسيكو ولا واحد مي مثلا مع ريال لا فيس ولا راهو 71% لو تو موان في لي ستاد اللي 71% انهم اللي صحاح قعدوا انجلترا والمانيا المانيا ارخص دونك تقول لك ايه كي ترخص في السوم يجيو اكثر نو حتى في المانيا مثلا عندك الشراب في الاستاد في البلدان الاخرين الكل ما عندكش البيره في المانيا عندك البيره في الاستاد
اليا دي ريفينو دونك معناتها الواحد يبدا يخمم انا مشروبات كحوليه مشروبات كحوليه كيفاش تدخل الفلوس بار لا سويت عندك النيمينغ عندك الفود اند بيفرج احنا ديجا الكاسكروت في الاستاد نتاعنا الناس ما عندكش احنا بلاش كحول ما عندكش بيفي انت ما عندكش بيفي عرفت كيف احنا ندخلوا ديجا مريقلين من غير كحول في مطار تونس كي تدخل ما عندكش نجم تخرج بار لا سويت تبدا دبوسه الماء ب 8000 ايتترا هما في الاستاد غاديكا كيف كيف يعملوا لهم هذا دونك لا كيسيون اسكو نحبوا الموديل الانجليزي واضح. اللي هما دي ستاد هايلين اما ما نجموش ندخلوا لهم انفان التيفوز النورمال ما عادش نجم يدخل يولي اونيكمون بور لي في اي بي ولا نحبوا حاجه نتاع حاجه فما جدل فما اذا كان او نيفو دو 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 دي كلوب فما كل الابونمون تاع 2500 يورو يا نشت 2500 يورو معناتها 7 ملايين ثاني تو نرجع لك سي دني اي سعدني اعطينا شو هو انت ترى الوضعيه اي دونك بور فينير يلزم الدولة تحط فلوس فيها أما الدولة كيف كيف عندها ديفرنت كاتيجوري كان معناش نعم كان معناش فلوس اتونجيون بعد باه هاي ساعدين شوف مانيش باش ندخل في التفاصيل نتاع شنو اللي يمشي ما يمشيش ستاد طلع ستاد هبط غازون سافا با ضو اللي تقال ديجا واضح الوضعية ظاهرة استادات من عام 60 تعدوا خمسة ستة جينيراسيون توا لو فما نعرف اللي فما دي ستاد يركبوا علي راتزون 2000 شوف فما دي ستاد يركبوا ويتفركوا غدوة اي لازم كنت تحضر الرومبلاسمون نتاعو خاطر 2030 يسخا بلي اوبيراسيونيل توا دي ستاد يتحطوا ويتفركوا في قطر مش قطر برك في العالم الاجمع علاش خاطر علاش يعملوا كيك خاطر كي تجي مانيفيستاسيون كبيره يبنيهم يجيب له فلوس من برا وبعد يهزهم يحطهم في بلاد اخرى اللي حشوا بها للرياضه الجهويه وكذا دونك احنا ديجا ما ابعدنا على هذا شوفوا الرؤيه اثنين حاجة مهمة زادة انه حكيت الصيانة كلمة الصيانة صحيحة راهو في الصيانة ما فماش انه كي تقص الضوء نصلحه ولا كي طاح الدهن لا صيانة نبدل الكريسي كريسي نحسن نعاود السقف الغازون نبدلو نعمل نحاول نعديه من جينيراسيون لو دو لجينيراسيون تروا لجينيراسيون كات راهو المانتنونس ماهيش جوست تصليح الباب طاح نعاوده لا نردوا بورتيك بالالكترونيك وبالتذكره معناها هذاك الصيانه هذاك 10% وباقي شويه مشكلتنا في تونس شنو؟ الرياضه اش تصلح في تونس؟ هي خل من الاخر اسكو حاجه مهمه لدرجه انه لازم بالحق نكبوا عليها ونلقاو لها حلول جذريه فلوس ولا مش فلوس موضوع ثاني خاطر كي ما عندكش فلوس فما حلول اخرى والا حاجه اكسسوار هاكا عندنا شويه فيدراسيون شويه كوره شويه واحد انا نفكر حاجه المتلوي كان فيها في سين بولمبيك قبل تونس المتلوي حضرت عليه كان فما بيسين اولمبيك ما وين البيسين الاولمبيك جريسه نتاع المتلوي ومتاع تونس جريسه زاد بيسين اولمبيك كان فيها على خاطر قبل كانت عندنا رؤيه انه بشوريك انه المتلوي قبل تونس جريسه قبل تونس انا كانت ناس في الستينيات مهم سيتي امبورطون علاش الرياضه بالنسبه لي مهم وينو سبور سكولير وينو سبور يونيفرسيتير وقت اللي قرينا احنا المعهد نتاعنا يصيرش نسميه خشي ناس صدقيه كان عندنا ممرن خشين مشينا الشامبيون دو موند دي كلوب في دوبلان اي ولكن انت يزب كل المدرسه اللي عندك فيها تيران لحظه احنا مدرسه تاعنا بالزهر فيها دي تيران هاني لحظه تاع هوند وتاع باسكيت وتاع سال دو جيمناستيك بالزهر مي توا لا شوف ينجم يشوف لك الاقسام ولا لحظه توا انت تحكي توا نحكي لك قبل نحكي على الرؤيه كانت المدارس كل سافوزي بارتي كي تعمل مدرسه حاجه تابعه وسوي سبور اوبليغاتوار لا وتابعه الاستثمار نتاع المدرسه فيش كلام فيش كلام متلوي نحكي على البلاصه نعرفها برا شوف اللي يصير لا لازم التيران تابع كيما تعمل بيد البيرو المدير قبل ما تعمل بيرو المدير تعمل تيران تاع سبور والبصار صح هذا كل تنح علاش مشينا للتقشف دونك عندنا مشكله عندنا حاجه فلتت في الوسط 30 40 سنه اللي فاتوا عندنا حاجه فلت فما حاجه سافا با في البلاد ولات حاجه اكسسوار اثنين يبدو لي انه سبور بروفيسيونيل اللي احنا مش بروفيسيونيل هو سيمي بروفيسيونيل وعملنا ليميسيون عليه بلبزلنا الامور خاطر ساق هوني وساق هوني وساق غادي وما عرفناش روحنا وين دوك رايي علاش نقول توا من اولويات الاولويات نتلهاو بهذا علاش خاطر اوها واش نقول لك سبور فاش مهم سبور مهم ياسر 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 للاندماج الاجتماعي مهم جدا للانفلات في المدارس مهم جدا باش يطيح بالاحتقان والفيولونس وكل ضرب والبركاجات وكل شيء سبور مهم جدا سبور حتى السبور دو فيولونس اللي كاناليزي اللي عمل لك جودو كاراتيه يعلموه ما تسيبش بونيتك جو في دو تايكوندو يقول لك لا شد بونيتك ما تضربش تاكوندو السبور من اهم الاشياء باش خاطر الاولياء كي بداوا يخدموا لبرا صغارهم يبداوش في الشارع
السبور مهم ياسر للاندماج، انه يعطي ينجم يكون يعطي فرص مهنيه. اذا كانك قوي وباهي وماكش شي ناس في القرايه تلقى طريق اخر اذا كانك باهي فيه. السبور مهم ياسر علاش؟ على خاطر دوره اقتصاديه مهمه، استثمارات ثقيله. دونك يدور لك البي تي بي، يدور لك الالكترونيك، يدور لك برشا حاجات، الكوميونيكاسيون بيبليسيتي، الملابس، كل شيء. السبور مهم ياسر خاطر ثقافه، خاطر ثقافه سبور كوليكتيف وانديفيديوال مهم. السبور مهم ياسر خاطره يوري لك بلادك البرة، مش تدرب ويتيح، تبدا تهز وتدرب وتحطه على كتافك وتبدا دموعك هابطه وقت اللي مطلعه والنشيد الوطني يطلع، خاطر ما اقواش من الجيش الرياضي. السبور مهم على خاطر ست مارك دو فابريك للبلاد هذيك. السبور مهم ياسر علاش؟ خاطر داخل العائله السبور يخلي العائله تقل بعضها، خاطر يروح تاعب قرايته وينجم يمشي مع القرايه. هذا الكل علاش مهم؟ هذا الكل يبدو لي ماناش ماخذينه بعين الاعتبار. دونك انا شنو نقول؟ حكيت الفلوس مهم، ما اولا اسكو عندنا رؤيه حقيقيه ما بين السبور يونيفرسيتي سكولير اللي نهار كومبليتمون، الناس الكل تحكي على ستادات والبيسين والهوند والباسكت، علاش؟ خاطر فما شويه بروفيسيونيل. ماهوش اهم حاجه ليا هذاك، خاطر حلو ساهل هذاك. اهم حاجه ليا اللي ما عادش موجود جمله في تونس، سكولير واليونيفرسيتير والحوم البطاحي ما عادش موجود جمله. اما ولاو دوا شركات خاصه ولات تعمل في حتى حد ما يحكي عليه. عادي جدا خاصة. نعمل ليسي ما فيش تيران سبور، برا مش عامل سبور البر، لوحوا في الشارع عادي. ماهوش بالنسبه لي هذا اللي هو مش عادي. هذه هي سياسه الدوله. دونك عندنا مشكله في الرؤيه. حكيت الفلوس في البارتي الثانيه عمري ما كانت مشكله. اظن انه حان الوقت اليوم انه ناخذوهم هذوما الزوز، سبور يونيفرسيتي سكولير مهم، والسيد النائب عندكم انتم مسؤوليه كبيره ياسر في هذه، او اعطيتك الفكره اخدموا عليها، وعندكم سبور بروفيسيونيل. دونك وقيت بوتيت نقولوا هذا برو وهذا يونيفرسيتي سكولير، شنو اللي الدوله اماتور اماتور راهو في امريكا تدخل هافارد خاطر باش تمشي تعمل بيسبول يا عبد الله، راهو ومن غاديك تجي ايكيب تهزك معناها وتخلص هافارد باش تربح فلوس. معناها شوفوا الناس كيفاش تخمم، بعد تقول لي شبيهم قويين ناس في الانديفيديوال. احنا يعني مو شوي سكريمور، كانت من اقوى الدول في العالم بالسكريم احنا. كان جاي تونس عندها دي تيز شامبيون، ما تقلقش كنا اربعه في البلاد، اربعه في العالم، منهم تونس، ايطاليا، تونس وروسيا ونعرف شكون، هاو تو الاخرين جاو وفرنسا. يعطيك الصح، وين احنا؟ كي تطلع لنا طفله فلوريتيس نبداو شيخين، قبل كنا باريكي بارديو بافمينا، اللي يجي ياخذ مرمته ويروح، ياخذ فاتوته، نتفكر جيتي جون جافي 16 17 عام، اللي يجي ياخذ فاتوته ويروح. باهي. علاش؟ على خاطر كانت عندنا الاس ام تي، ماهيش حكيت فلوس. سيتي فيزيون فولونتي. انا شنو نقول اليوم في سياسه الدوله كامله فما نقص. السبور ما لازموش يتحسب كما ان اكسسوار، انتهى. السبور عنده نفس الاهميه، كي نقول سبور معناه نحط ديما السكوتير اليونيفرسيتير والسوسيال، عنده نفس الاهميه كالقرايه كالطب كالنقل ككل شيء مهم ومهم جدا. اذا كان نحطوا هذا، كان نحطوا هذا ونعطيو راي، تشوف قداش يدخل فلوس، قداش يدخل دوفيز، قداش يهز روح، قداش يجيب تي في، قداش يرد دي بروفيسيونيل، قداش الاستثمارات تجي. وهذا انكور اون فوا باقي باش الناس باش تضحك شويه، ساهل وساهل جدا. به سيد النائب، نحب سنتك احيطك علما ان وجهنا دعوه احنا كما كل برنامج لوزاره الشباب والرياضه، ولكن عندهم التزامات ما نجموش يجيو. دونك انا بالنسبه لي انا قمت بواجب نتاعي. بالنسبه ليك انت، احنا عندنا دي تيران قبل كان عندنا البطاحرة، الناس كل خرجت برشا جورات اللي يحكيوا عليهم توا خرجوا من البطاحي تاع 78 احنا توا فما بطاحي مي مودرن بريفي قاعد تخلص بظلي ب 20 دينار ولا قداش ساعة ولا 13 دينار ساعة، ويجوا يلعبوا جماعة حتى بالليل وإكليراج باهي وفما حتى لي كونديسيون مريقلين وفما بيوبات وفما كل شيء. هذه تفقد دونك الدولة بعدت وتخلى القطاع الخاص في البرنامج هذا. يرحم والدي. وانت نعم يرحم والدي. بيسير يرحم والدي، خاطر قاعد يكور ويأثر في عباد. على الاقل على الاقل قام بدور اللي الدوله ما عملتوش. ولكن فما حاجه، انا كي نقرا رئيس لجنه التربيه والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضه عندك انت في اللجنه نتاعك، يظهر لي عندك مسؤوليه. اكيد. انا نحب نتفاعل الحقيقه، لفت انتباهي الحديث اللي كنت نسمع فيه على الرياضه في مستواها القاعدي، واللي انا كنت طرحته معناتها واللي هو مطروح في صلب الاعمال الحاليه في اللجنه. قاعدي يعني نحكي على الرياضه في المؤسسات التربويه. اي
المؤسسه يعني هذا هو العمل القاعدي والتكوين القاعدي. خاطر احنا منين المهارات نكتشفوها في المستوى القاعدي في المدارس، وهذا هو دونك احنا المشكله انه اليوم صحيح ما فماش العنايه الكافيه بالرياضه في هذا المستوى، وهكم تشوفوا شنو هو النتيجه. النتيجه تنامي منصب العنف، العنف مؤسسات تربويه، السلوكيات المحفوفه بالمخاطر، يعني الطاقه اللي المفروض الصغير اليوم نحاول نوجهها في هالاشياء هذه اللي هي المواهب في الرياضه في الثقافه الى غير ذلك، وقت تفقد هي بطبيعه الحال باش تكون فما ارضيه اخرى اللي هي اليوم تقلقنا برشا. وبالتالي اليوم التركيز على المستوى القاعدي هذا مهم جدا، معناتها ما عادش نجم نحكيو على انه صحيح القطاع الخاص كما كنتوا تحكيوا يعطي الصحه، ولكن هذا مسؤوليه الدوله بصفه اساسيه وبصفه اوليه. ونعرفوا احنا اللي رفعوا الرايه الوطنيه، كي نحكيوا رفع الرايه الوطنيه في المحافل الدوليه تقريبا مغلبهم خرجوا من البطاحي صحيح، وزاد من المؤسسات التربويه اللي كانوا يقراوا فيها واكتشفناهم غادي. مش خص عليك حاجه اللي يحكي عليه توا السي عدنان، في بالك احنا شكون كان يدرب فينا؟ مدرب فينا السي مراد محجوب، وتحيه نوجه له تحيه، هو كان وكريم. مدرب في الترجي ومدرب في الفريق القومي وكريم، يكلم فينا السي كريم اللي هو وقتها في الستاد، ستاد تونيزيان عادل تيويري يظهر لي زاد، معناها مش ليه العب العب حط الكوره والعب، هذا هو السيد هذا هو السيد اللي وقتها نلعبوا في سبور بون ما طلعناش احنا هما متكونين في حد ذاتهم من يعني. ما طلعناش شكون كان يقرا معنا؟ هيثم عبيد سيسمو بتاع الكلوب الافريكان، سيسمو خلصي متكونين غمير هذوما الكل تحيه ليهم الكل، هذوما الناس قراوا خذوا الباك نتاعهم، وفما شكون ولا مهندس وكوارث. اذا كان تحبوا نحطوا المساله في اطارها كما ينبغي، راهو اللي نعيشوا فيه اليوم راهو مش وليد الساعه، باش نكونوا واضحين الساعه هو راهو تداعيات سنوات وسنوات، مش اليوم تخلقت الاشكاليات هذه، وهذا راهو يرجع بالاساس فيه. وبحكم اللي انا عندي تجربه صغيره في المجال الاستشرافي، راهو غياب الرؤيه الاستشرافيه تؤدي الى هذا والاكثر هذا، وقت تلقانا نخدموا يعني بصفه ارتجاليه غير مدروسه، تلقانا اضعف الايمان انه احنا شنو نحبوا نعملوا؟ وين نحبوا نوصلوا بالرياضه؟ وين نحبوا نوصلوا بالتعليم؟ وين نحبوا نوصلوا بالثقافه؟ تعرف الدول اللي ذكرت منها انت البعض، ذكرت منها البعض هذوما، ناس حولوا المجالات هذه من مجالات عقيمه يعني تثقل كاهل الدوله الى مجالات توفر موارد للدوله. انت كي تقول برازيل تقول كوره بالضبط، باش نرجع توا الكوره، باش نرجع مساله مهمه تلقى لها سي شكيب، مهم برشا اللي قالوا واللي تقال، وقت يحكي لك على كيفاش انا نجم ان نخلق موارد باش نجم نعمل الصادات اللي نحب عليها. اليوم راهو احنا منشاتنا الرياضيه، خلينا نكونوا واقعيين وواضحين، الماليه العموميه اليوم حقيقه تحول دون انه باش نعملوا مركبات حتى في المستوى اللي هو اقل من اللي حكينا فيه. بربي تصفيق، لكن بربي انتم جبت لي مقبله في اللوف على صفاقس، المركب تاع صفاقس ونوصل المدينه الرياضيه. هي الحقيقه انا عندي من زملائي اللي هما قاعدين يتبعوا في الملف هذايا، واللي يقولوا لي اللي هما قدموا بمبادره يعني شعبيه التصميم الاول لهذه المدينه، ويقولوا لي انه فما امكانيه من المجهود الشعبي للمساهمه في سنه الوزاره قبل ما نخطوا المجهود الشعبي ساكي قدمتوا انتم، مش قدمتكم الوزاره؟ لا مش انا اللي قدمت، اللي قدم طرحه من زملائي، تم طرحه من قبل زملائي، وهم يقول لي التكلفه نتاعو تنجم تكون مبدئيا حسب ما يقول لي زميلي سي طارق المادي اللي هو من جهه صفاقس حوالي 2 مليار دويت مبدئيا، واللي هي قابله للتطوير فيما بعد. هذوما يتسموا فلوس بالنسبه للدوله وتطور مبدئيا باش ننطلقوا باش نبداو باش نعملوا احنا مدينه يعني فيها المقومات وتطوروا فيما بعد وتوسعوا. دونك باش نحب نرجع انا للموارد، الموضوع مهم برشا اللي هو لا مؤاخذه كي تقول لي 2 مليار دويت مش مليار دولة، مش مليار مليم، مليار دينار، 2 مليار مليم اي، ما انا 2 مليون دينار. ليه مليار دويت باش يعملوا لك حتى كرامته. انا هذا شكون قلت بالنسبه للدوله؟ خلينا نسهلوه بربي نحكي، اعطيني لي شيفر. ما عادش تقولوا مليار، كي تقولوا مليار او مليار دينار قولوا مليون دينار، باش نسمع مليون دينار ومليار دينار. العمله التونسيه ماهيش الفرنك، العمله التونسيه هي الدينار. اي هو قال لك بالدينار. لا خاطر قلت 2 مليار دويت الدوله وقفت. هو مليار دينار بالضبط. وبالتالي هذا 2000 مليار بالضبط، 2000 مليار. وبالتالي هو اللي طرق له سي شكيب التعرف الصحيح، نقولوا احنا بلغتنا العاميه والرسمي، هات نشوفوا احنا كيفاش ما دام الدوله، وهذا منطقي وفي ضوء الماليه العموميه الحاليه، كيفاش نجموا نخلقوا اليات تمويل اخرى بما في ذلك ممكن حكايه الشراكه في هذا المجال. خاطر الشراكه في الحلول، تشوف الحلول هي معناتها اليوم زاد كيف كي تعمل لي انت ملعب ومن بعدها تعمل لي ارضيه معشبه من اعلى طراز
ومع احتراماتي للقطاع جيب جارديني باش يتلهي بيه اللي هو معناتها ما عندوش الخبره الكافيه بطبيعه الحال. هون نعطيك مشكل اخر انا، هون نعطيك مشكل اخر لو تسمع. اليوم نلقاو حتى ندخل داخل الجمهوريه في مناطق داخليه نلقاو ملعب يعني الارضيه نتاعه نتاع كره القدم غير 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 صالحه للاستعمال. نضطروا باش نعطيه النشاط هذاك للمنطقه المجاوره اللي هي حتى كي تكون الوضعيه يعني مقبوله مع صاحب الارض مع اللي جاء باش يستعمل الارضيه هذيك مع الصغيرات اللي معناتها باش يولي يضر الملعب هذاك ونمشيو للملعب اللي بعده هكذا دواليك اللي تلقانا نخسر اكثر ما يمكن معناتها من منشآت. الصيانه هي مهمه جدا كما تفضل الاخ شكيب وقال احنا وقت نحطوا يعني ميزانيه كبيره في مركب ولا منشاه رياضيه وما نخموش من بعدها باش نحطوا معناتها ما يمكننا من الصيانه والمتابعه فيما بعد تشوفوا اكثر الاشكاليات هي المشكل الكبير فيها هو الصيانه. فما تقريبا مساله طرحت البارح في اللجنه عندنا اللي هو المركب الثقافي والرياضي في بنعروس اللي هو تقريبا الصيني نقولوا احنا واللي تكلف قرابه 99 يعني مليار مليون دينار مليون دينار دونك وقت اللي نلقاو روحنا في اشكاليه تحلت هي مؤخرا نتاع الشوديره ب 200 مليون بركه أشوف قداش قيمة المشروع ونلقى روحي تعطلت على خاطر 200 مليون بركة وزيد يقول لي فما مشكل نتاع تصريف مياه الأمطار اللي هي تنجم تضر بالمركب ككل. أخي ما كانش يعني بريفيو من الأول هذه وقت اللي في هذا ريت الإشكاليات سي نشأت احنا اليوم قبل ما نحطوا سامحني قبل ما نحط الحجرة أنا الأولانية في أي مشروع كان يلزمني نخمم في كيفاش نتابع ونعمل الصيانه نتاعو باش نحافظ عليه، وهذا راه مش مشكله منشآت رياضيه فقط سي شكيب، مؤسسات تربويه نعمل انا مؤسسه تربويه ومن بعد ما عنديش عامله في المؤسسات التربويه باش يعمل الصيانه ونلقى المطر تصب ويركح الماء في السطح يا اخي سيد نايف في بالك على السقوط علاش خاطر ما عنديش عامل يعني هذه مشكلتنا في العقليه نتاعنا ناخذ هذا بعين الاعتبار الصيانه والمتابعه. سيد النايب في بالك اللي عندنا مشكله تبطلها في تونس؟ اكيد عندنا اي مالك هو اكيد عندنا معناها احنا كنخبوا في الصيانه انت ساعه مروا الصيانه مش في استاديات برك الكيران جميع المشاهدات تخرج في الكار في تونس تراها تشوفها ولا صيانه مريقله نظيفه ومريقله المدارس الادارات ترينوات الصيانه هذه ما فماش اللي تنجم تحلك باب تاع تسجيل احنا حبينا ولا كرانا للاسف الشديد هذاك هو وقعنا ولكن هيت خلينا نشوف لا لا فماش وقعنا انا على مخ يلزم الواقع مبدلوه يلزم نلقاو كيف هو فما فكره قال عليها وصلنا روحنا احنا الواقع هذا خلينا نعطيك فكره صغيره مقترح والله مستحب بالنسبه لي انا شفت عليه باش نتعدى بعجاله فيما يتعلق بالصيانه فما فكره قالها السيد وزير الشباب والرياضه وقت جاء بحضانه مؤخرا مجلس النواب يقول انه احنا عدد كبير من خريجي اختصاص الرياضه تعرف تقريبا 10000 اللي هما معطلين اليوم والمشكله علاش وصلنا ل 10000 ريت مشكله من الفرقات الكبيره يلزمني نقول لك الكلام هذا انا عندي ما يسمى بشعبة الرياضة اللي هي من بعدها تمشي للتكوين الأكاديمي في اختصاص الرياضة مازالت متواصلة مازالت متواصلة فقلت لي أنا عندي مازلت قاعد نخرج أنا في الاختصاص هذا وأنا ديجا عندي 10000 أو قرابة 10000 اللي هم عاطلين في هذا الصدد فما تقريبا مش يكونوا منهم فئة اللي هي باش توكل إليها مسألة الصيانة الاعشاب والمركبات الرياضيه بحكم اليوم عمل الرياضه بعد يولي هذه فكره موجوده عند وزاره الشباب والرياضه كيفاش؟ هذا هذا طرحوه كوارج يولي ما عادش يعطيه امكانيه معناها كوارج يعمل سيانه باش ينجم يعمل شريك استاذ في الرياضه يتكون وينجم يعمل شركه صغيره اللي هي باش يكون بطبيعه الحال يتكون ويعمل شركه اللي هو بتوكل اليه عمليه الصيانه هذا نقي سامحني مورينيو كي مشى من ريال مدريد للتشيلسي اول ريكروتمون عنده عملوا هو اللي كان لايب سيانة الجازون تاع مدريد هزوا معاه هزوا معاه شرط اللي مشي هزوا معاه سي با اون كيسيون مش نتاع واحد اللي يجي عمل قرا رياضه سي كيسيون دو سبيسياليست كيفاش واحد عمره كامل يقرا كيفاش يربح ان كار دو سكوند في ال 100 متر ناتاسيون تجيبه باش يتلهى يحط الكلور في البيسين ما تجيش باهي سي عبد الفتاح سي عبد الفتاح سي عبد الفتاح انتم توا عندكم مرشيات كبار ما كنتش قاعدين تخدموا نرجع نحكيه احنا توا نقعد هذا هو المشاع لا مش مشاع هذا فجرة انا راه في بالطبيعة اللي انا قلت لك انا خبيرك راهو الادوار دور المقاول راهو ينفذ ما اوكل اليه باش تطلبوا برشا فلوس ولو نطلب برشا فلوس كانت حاجة تستاهل الفلوس نطلبوها احنا فما بيل دوفر لابيل دوفر هذا يدخلوا فيه دي زونتربريز اون كونكورونس راهو نعطيك احنا حاجة اقوى سمحت تقول لابيل دوفر تنافسي ريتال موان 10
هذيك والله مش فاهم علاش موجوده من عام موجوده زي انا جيتك من الاول سالمون ديزون الاستشاره اسمع احنا عندنا زوز عندنا لو موان ديزون ولو ميو ديزون في القانون ايه. اما احنا ديما نحبوا ديما نمشيو لو ميو ديزون عمرنا ما نستعملوه علاش موان ديزون ديما هذيك سلطه الشرف سلطه الشرف اختارت ان يكون هذا اما احنا يصرفوا اقل وبعد يصرفوا فوا دو ولا ديما الانترناسيونال ديما ميو ديزون احنا راهو قطاع اكبر قطاع تنافسي في البلاد معناها ما فماش حاجه الانتربريز كي تعمل ابل دوفر ما يجيكش واحد ولا اثنين بون المشكله هذه لقيناها توا في السنتين الاخرانيين بعد كورونا ولات توجدت المشكله هذه قبل ما كانش كل ابل دوفر يجيو 12 و13 لكن احنا ديما المشكله وين وانه نختاروا ديما المونديزون وقت اللي هو المونديزون راهو اذا كان فما مونديزون فما كاليتي بيان سور دونك لازمك تستحفظ على الكاليتي كيما سلعه شنوا وسلعه مش شنوا فما في القانون فما مونديزون اي ميو ديزون ميو ديزون راهو نخرجوه باللي اش تطلب الاداره ككفاءات كماتريال باش نستعملوه باش دي سيرتيفيكا نتاع انترناسيونال باش معناها البيرسونيل اللي باش ينفذ المشروع لازم يكون كاليفي هذا كله كي نطلبوه في لابيل دوفر اوتوماتيكمون السوم يطلع باش السوم يطلع والكاليتي تطلع لكن وقت اللي احنا كمقاولين كي نلقاو ديما رواحنا في المونديزون مونديزون باش تصرف على البيرسونيل نتاعك باش تردو كاليفي ما تلقاش باش باش تبدل تجدد الاسطول نتاعك ما تلقاش باش باش تركريتي دي سبيسياليست معناها تولي تخدم ديما الكورينتي تولي انت بيدك عندك ضغوطات اخرى نتاع ضغوطات يوميه تنجم تقول في المصاريف منزع علاش ما نجمتوش تقوموا به ولينا التجانا الى شنو؟ هذا سؤال انا تقول لي انت ما نجمتوش تقوموا به نقول لك سامحني خاطر السيد الرئيس جاء ما فماش جواب سامحني وعطى انطلاق الاشغال ايه. بعد بعام رجع ايه. ما لقى حتى شيء قال لك سيدي سكر عليا وبرا جيب لي شنو بيسين نتاع بلفيدير كيف كيف بيسين بلفيدير صار فيه مشروع جاب الجيش قال لك يا سيدي العسكر باش يخدمها البلديه ما لويكم انتم البلديه ويكم انتم ما صارش فيه مشروع من اساس البيسين تاع بلفيدير البلديه عندها عندها بتجي تحب باش تخدمه وما خدمتوش ما عمره ما صار فيه مقاول وما نجمش ينفذ بالنسبه لاستاد المنزه استاد المنزه هي عارف شنو سيدي جاب شي استاد المنزه راهو فما باش نتعداو عليه باش نوصفوا الحاجه اما ما نجموش ندخلوا في التفاصيل خاطر لانه موضوع متصل به القضاء ويكون معناها لا 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 معك نحميك ونحمي روحي لكن انا نقول لك حاجه احنا راهو في المقاول راهو عنده كيت شارج ياخذها ينفذها يا شنو كيف كيف ليش شنو تعطيك كيت شارج نتاعها هي جايب الكيت شارج نتاعها هي قلنا لهم نحبوا لا كونسيبسيون زي ما تكون كيما هي قلت له طلبتوا من المقاول التونسي نحبوا هذا رئيس الجمهوريه قال لك نحب استاد المنزل يرجع كيما كان قبل اللي طلب دونك هو باش يحط في مخه قبل ويبني على روحه احنا المطلوب من المقاول ينفذ الناس كل ما حتى حد ما عاد راسه ريش مش ما نجمش ينفذ المطلوب منه نفذ اذا كان فما اخلالات في الدراسات او اخلالات في في في, في الهيكله نتاع في الطلب نتاع المشروع من الاول اذا كان فما مشكل انت شو تحب تحب استاد جديد ولا تحب ترممه شو المطلوب بالضبط معناها هذا هو لهنا يلزمنا نعرفوا الاداره تعرف شو تطلب اذا كان طلب الترميم وعملت الدراسات على هذا المحتوى دونك بطبيعه تمشي في اتجاه معين تمشي في اتجاه هذاك واذا كان تحب تتعاود تحب تجدد الكل اطلب اخوي التجديد تو نقولوا تو نعطيو تجديد تو والله ما نعرفش انا تو الحقيقه ما عنديش الديتاي المعطيات الاخرانيين هذوما شنو المطلوب منه وشنو اللي تطلب من المقاول التونسي انا نعرف اللي هو طلب ترميم به توا شنو اللي باش يجيو باش فما حاجات وقت اللي نجيو ندخلوا في, 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 في الانجاز نتاع الاشغال ونلقاو دي زوبستاكل دو ديكزيكسيون دونك اوبليجي باش نعاودوا نراجعوا الدراسه كي نراجعوا الدراسه باش نلقاو عليها سي عبد الفتاح توا شنو كي يجيو باش يلتجئوا لكم انتوما باش تعملوا حاجات معينه في الستاد شنو كي يجيو يجيبوا ساعه من المسمار حتى للمهندس حتى للواحد كل يجيبوهم شنو ما مش يلتجئوا اقصاء التونسي حتى المواطن اللي باش يبيع كاسكروت ماشي نجم يبيع كل شيء من عنده موما كل شيء من عنده حتى معناها الفلوس معناها الفلوس اللي باش ياخذوها كل تخرج برا حتى معناها حتى شيء ما يقعد في تونس ما يقعد حتى شيء في تونس وشوف التكلفه ما ياخذلكش حتى دار بلاستيك ولا احنا دونك هنا انا من المنبر هذا ندعو انه نراجعوا روحنا شويه ونفهموا شنو المطلوب منه المقاول فاش قصر ونحاولوا نلقاو الحلول قادر ديما رئيس الجمهوريه يقول لك نعملوا على ذاتنا ونعملوا على روحنا ونعملوا هذا اقوى هذه اللي معناها كوت ديفوار بنين من اقوى الاتران الموجودين في العالم على الاقل في افريقيا اللي العالم الكل ماشي لافريقيا ليزامريكا في افريقيا الشنوا في افريقيا الروس في افريقيا معناها العالم الكل ليزوروبيان كلهم يحبوا يفكوا ديمارشي في افريقيا احنا نخدموا في افريقيا وعندنا ديمارشي دو سويفي فما سويفي دراسات وفما بيلوتاج
وفما اكزيكيوشن. الثلاثه هذوما ماخذين فيهم التوب. احنا تونس في اي مشروع يجي خارج تونس، يجي خارج تونس يجي اي انسان اكزامبل، فماش مشروع دخلوا في تونس وفشل، مستحيل في كامل افريقيا. دونك علاش احنا في تونس هنا نوليو من خاطر هنا نحبوا نعملوا نرموا بسوم، معناها بسوم نعملوا حاجه تاع ترميم ونلقاو ريزلتات تاع حاجه جديده. مش ممكن به، مش ممكن. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى بلا حاجه اخرى. اي تفضل. نضيف حاجه اخرى، المقاول التونسي راه يحب يخلص كيما الناس الاخرين زاد. اذا كان هو يخلص خدمته عنده شارج من شنو فوالا، اذا كان يخلص هو بعد 4 شهور وبعد 6 شهور ويخلط، راك انت مطالب كمقاول كل شهر تعطي ديكونت، والديكونت هذاك بالقانون 45 يوم لازم يكون خالص. يعني حتى اللي فري فينونسي تاع البنكه ما لازمش تفوت 45 60 يوم على اقصى تقدير. سامحني يا اخي شكيب، كي الدوله تعمل بروجي يخرج فلوسها مش محطوطه على جنب تيوري؟ لا نسال، معناها ما نعرفش، معناها ذولي انت اذا كان انت بتزيد عندك ريتشوسي بتزيد تاقل فوق، متخبي فلوسك وتقول هذا باش نبني بيه كذا ونعمل. اذا كان تقول لي 100 دينار خلينا نعمل حيط، و100 دينار نعمل شباك، و100 دينار نعمل ميزانيته، تخرجك بني حوله. يلزم في البريمي جانفي ميزانيته تكون موجود بالضبط. فوالا هذا اللي خاطر يقول لك ما نخلصوش. علاش؟ هو بريمي جانفي ميزانيته موجوده. اي سامحني، علاش يقول لك ما نخلصوش؟ على خاطر ساعات مثلا القمح غلي برشا والقمح يلزمنا نجيبوه خاطر باش نعملوا به الخبز باش نشربوا. ابجل من الصاد دونك نبجلوا. ابجل من الصاد. ابجل من المقاول باش يخلص، مش الصاد قاعد يمشي. ابجل من المقاول باش يخلص. صحيح. مش الصاد قاعد يمشي وعندك ديلي، لو كان ما تخلصش الديلي يطبق عليك. وفوزوري بيناليزي. وإذا كان ما خلصكش في وقت وعنده بيناليتي ولا؟ ديزانتيري موراتوار اللي نقول لك أنا 1% من المقاولين في كام من 60 سنة استقلال ممكن تطبقها. وإلا غاز حتى كان تمشي باش تاخذها تحب لك إجراءات. ولا الغاز غلا وباش تخلص الغاز ما كانش الضوء يقص في البلاد. ولا ليسونس تمشي للقباضة باش تسجل عقد ما عادش تنجم تعمل تبلوكي لك السيستيم، وأنت ما عطيت فاتورة وما خلصتش فيها تخلص عليها التي في للدولة قبل ما الدولة تخلصك. فهمت؟ اما هذا ما يعملوش مع برا معناتها هذيك وضعيتنا اليوم مالوغوزمون. مالين رانا راهو يجنقلوا باش ينجموا يغطيوا الحاجات. علاش كيف يجيبوا برطلة نخلصوه؟ على خاطر التمويل براني اجنبي عادة، مش عادة، ببرطلة كيجي ما يجي يجي مع فلوسه تمويل اجنبي. لا يجيب دين نخلصوها احنا، شكون باش يخلص التمويل؟ الكريد اي، ما هو كيجي كريد. انت بكري قلت علاش ببرطلة ميو ديزون مش موان ديزون؟ على خاطر التمويل هذاك يقول لك فوالا لي موداليتي كيفاش انت تعطي الكونترات وكيفاش تعمل لابيل دوفر نتاعك. ايوا مش خلصوه احنا، اما احنا مش خلصوه. مش باش يعمل لك الصاد ويروح ويجيب الدين يجيب الفلوس معاه. يجيب لك الكريدي اللي باش تخلصوه انت. هو يجيب لك الكريدي، فما دي كريدي كي سون ليي، يقول لك انا فرنسا عطيتك الكريدي لازم يكون مقاول فرنساوي، وفما دي كريدي كي سون نون ليي. هذيك سيتو لي دو كريدي مثلا. دي كريدي باش تعمل الانفستيسمون الفلاني ولا الطريق الفلاني اتسيتيرا اتسيتيرا. وراهو سكي فغي للمقاولين. سي فري زاد لي بيرو دو كونترول، سي فري زاد لي شارشيتيكت اتسيتيرا اتسيتيرا. يقول لك انا نشوف اذا كان نلقى فينانسمون تاع وزاره التجهيز ودرا شنو، الحقيقه ما نقعدش نتعب من بعض. كي نلقى جي زاد، كي نلقاها كي اف دبليو، كي نلقاها الوحده كوبيراسيون، هذيك نشارك فيها خاطر نعرف باش نخلص. باه اي سعدين نكملوا باش نخدموا. انا ما تكلمتش. تفضل تفضل باه تكلم. اي نقطة أخرى سامحني جوج تعريف في سخاتة في الشيوخ. المشاريع اللي بالباير دو فون من برا فما مشاريع معطلة تو. ساعات راهو عندنا مشكلة كيما نعاود نرجع نأكد على القوانين نتاعنا اللي هي في دو سويفي وتاع البيلوتاج ديكزيكيسيون تاع لي ترافو. ساعات من مشكل بسيط نردوه مشكل كبير ونوقفوا عليه بروجي. هذا زاد راهو مشكل، وفما عندنا برشا راهو فلوس باير دو فون رجعوا فلوسهم لأنه لابيل دوفر ما خرجش في وقته، وإلا البروجي طول أكثر من وقته. إيسونسيلمون النزاعات الأراضي. سكي فيك برشا فلوس، راهو كي نقول برشا فلوس مليار دويت نتاع دينار، معناتها الاف مليار دويت رجعوا. سامحني انا دوله راهو اذا كان جي انونسي ولا كيما تاع سفيقس مثلا البرنامج هذا اللي باش يعملوه 2000 مليار دينار، يظهر لي ساعه ترقل امورها كله. بعد تقول لي جا نحكي ناخذ فلوس ترقل اموري، باش نجي بعد تقول لي دقيقه استنى باش نبدا نقول دقيقه. لا راهو عندي الارض هذه ما خذيتش فيها. هو يقرا حسابه اللي ياخذ يلانسي الكريدي من توا باش يصيروا الاجراءات واحد الكل، يقول لك عامين ثلاثه نكون عملتك النزاعات وخذيت الاراضي اتسيتيرا، ويبداوا الدراسات وتجي قد ساعات نزاعات تقعد 6 سنين.
وانت عندك دي ديلي بور لونجاجمون دي فون، انت عندك دي ديلي بور لونجاجمون دي فون بعد ما خلطش. اما الحاجه الجديده هو المرسوم تاع 2022 اللي يعطي امكانيات للتسريع هذا النوع من المشاريع، ودونك نورمالمون اليوم هالمشاكل هذوما ما عادش يصيروا. ما عادش يصيروا، سامحني مثال، علاش قاعدين يصيروا؟ لانه احنا اقتراحنا احنا كجامعه قولوا احنا يجب ان يكون بيرو دو بيلوتاج تيرس بارتي في القانون في الدكري خرج يمكنه بين يمكنه يجب تحبوها انتم يكون انديبندون، لانه هو راهو تسيير مشروع مهم مهم القانون بعد لا القانون المرسوم مرسوم عاطي الامكانيه، ما يقول لك الاداره كي خرجت انا با كرو ما ظهر لهش باش تعملها بواحد براني و اكسر فوالا به اي طب شكل ما تيتو في سخه باش كان حاجه جوست باش نقول راهو هذوما المرافق الموجوده يعطيو قيمه للبلاد. دونك الدوله كي تعمل كيما مثلا هذيك المدينه الرياضيه نتاع صفاقس راهو تنجم تجي هما تبدل صفاقس كل راه تبدل ساعه الجهه هذيك ما فيها حد شيء باش تولي بلاد وفما اكستنسيون تاع بلاد والاكستنسيون هذيك تكون ستركتوري مش هكاك امتي بو مهمشه ودرا كيفاش وتركب شويه ومن بعد تخلط الضو واحد الكل. عندك لا بوسيبيليتي باش تعمل بلاد جديده للاكستونتاون تاع صفاقس وهذيك عندها قيمه كبيره. حتى كان تصرف 2000 مليار دو بور لافير لازمك تخمم دون لا جلوباليتي دو بروجي. هذه الحاجه الاولى سورتو لا جلوباليتي دو بروجي هذا اللي بيه الفائده برشا قاعدين خاطر ماني مش باش نعمل مدينه ونقعد غادي خاطر بجنبها جاهل الحلول خليتها للحلول بالعدل فالحلول خليها بالعدل. الحاجه الاخرى هو اللي كي نقولوا البريفي البريفي يلزمنا نقراو حسابنا اللي بريفي يدخل وقت اللي تبدا حاجه مربحه أي. اذا كان يقرا حسابه وماهيش مربحه ماهوش باش يدخل البريفي. اي دونك يلزم الـ 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 الدوله كي تعمل ترسيم للكونسيبسيون دان بروجي فك البروجي هذاك دو كونسيبسيون كامله تعرف شنو اللي باش يكون مربح وكيفاش هذاك يكون مربح. كيما لي زيكزامبل اللي مستانس ساعتهم تاع بورت التنفيذة تقرا حسابها من الاول كيفاش بروجي جلوبال اي لا رونتابيليتي باش كل واحد يلقى بقعته فك البروجي هذاك ونعملوا نخلقوا ثروه للبلاد. ملاحظه سي تفضل سي كما ترشمالها في نفس التوجه شفت احنا نحكيو على المدينه الرياضيه بصفاقس شفت القيمه المضافه اليوم اللي نجموا نعملوها في مختلف المجالات وقت اللي نربط المجال بمجال اخر نجم يعاون باش يخليه متطور. نحكي على المجال الرياضي مثلا كي نجيو احنا لجهه المستير وطرحناه هذا جهه المستير وقت اللي تعمل فيها مركب رياضي بمواصفات كما نعرفوا احنا دوليه راهو نجم يكون لك مورد من خلال معناتها الكونفونسيون والشراكات وقت يجيوك فرق دوليه من برا وفرق معروفه باش تعمل تربوساتها بمقابل يعني في وقت توجه هذا التوجه هذا هو يعني مش كان صفاقس عندنا الجنوب كيف توظيف الجنوب وربطوا بالسياحه السياحه معناتها تولي عندك ستاد ويمبلي كي صار ترميم نتاع ستاد ويمبلي القيمه نتاع المحيط نتاعو الكل دون ان ريون دو 5 كيلومتر زادت 15%. شوف نقول لك حاجه هذا نقول لك حاجه هذه مربوط بكم انتوما خاطر وقت يجيب لك مشروع مونتي انتوما تصادقوا عليهم القوانين والمشاريع كل تصادقوا عليهم وقت يمد لك واحد حرفي قولوا لا لا احنا نقولوا لا رجع حرفي لا جيب لي واحد جيب لي مشروع كامل شوف مو هذه لكم انتم احنا بطبيعه الحال ما ناخذوا الا الحاجه لا 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 روحي ساعات اللي هي فيها جدوى ساعات تبداو لا 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 اكد لك ليه موناتيك وقت يجيب لك حاجه انت شوفها زاده شامله بطبيعه الحال انت عندكم رؤيه كنواب الجهات فما برشا نواب من الجهات هذيك يقول لك هذه نزيدوا فيها كذا كذا عمل مشروع كامل اكيد مش تعدي له مشروع نتاع تيران نتاع تنس يقف غادي. تفضل سي عدنان قبل ما نتعدوا بين الحل قبل ما نقطة أخيرة في الدياغنوستيك الرياضة والاستثمارات في الرياضة والإنفراستركتور يعني البنية التحتية احنا كي نحيو رياضة ديما نخمو كورة ستاد ولا نخمو باسكيت ولا هوند سال كوفيرت لا مش هذيك الرياضة فما ناتاسيون فما تيتيز فما بوكس فما حاجه اللي دخلت في بون سكريم تاعكم هذيك ما نسموها شيء هزينا الدرب هزينا دي ميداي اولمبيك في نعرف انا يونيكيب في منين قويه شوف بون رجال مش برشا ما في منين قويه حاسلوا للتاريخ خسرنا اكبر لي متر دار نتاعنا في تونس اللي في 24 ساعه كي مشاو لبرا خاطر ما خذاوش حقهم ورد الاعتبار نتاعهم تفكرها جاونا عام بعد من بلاد اللي ما عندهاش حتى ثقافه وربحونا في تونس دونك خلي هذيك قعدت لي هكا لهنا اليوم تو نعطيوك نعطيوك سيف وتمشي تبارز لا عندي برا ما عادش نجم هكا لا تخسر فيسا باش معناتها في الساهل يمسك في لا ولا مستويات اخرين تو دخلت في الالكترونيك وكل شيء ولا فيزيكمون ما تنجمش تشد راهو ربع ساعه سيغ اون بيست سي ثلاثه ماتشوات كوره ورا بعضهم الناس ما يعرفوش باهي
فهمتني سي ارهاق كبير ياسر ياسر كونديسيون فيزيك اللي مستوى عالي ياسر. نرجع للرياضه، الرياضه راهو شوف دخلت في الثقافه التونسي رغم انه ما فماش سياسه عامه للرياضه. التوانسه تو يخلصوا في الفلوس باش يمشي لساله. يخرج من المكتب علاش؟ ولا ترى دقائق تطلع السالات الستة الخمسة ولا الخمسة بتاع الصباح تخزر في فوقك البلارات في الأحياء الشعبية الناس كل عاملة سالات سي تخي بيان خاطر خلقت وكامل الجمهورية زاد وخلقت مواطن شغل ولات كونكورونس بيناتهم مرخص وكذا ودخلت خدامة وخلقت واحد يخلصوا في أداءات ومشاريع مربحة نسيج حلو ياسر ونقصت من الشارع. أما كي تخزر تلقاه راجل كبير ولا مكسبت ولا موظف كل شيء إيش يعمل؟ يجري خاطر ما ينجمش يهز القلب يجري شاددك التابي باركور ولا باهي علاش؟ خاطر ما عادش عندنا دي باركور سونتي ما عادش عندنا بلاصه خضراء اللي تنجم تمشي تحوس بها بطريقه امنه بلاش ما تتبراك لا ونظيفه ونظيفه عشان تبدا فيها كان الواحد الفضلات توا شو نقول بما اني دخلت ثقافه الرياض احنا فاش قاعدين هي موجوده من قبل مش دخلت لا لا توا ولات سان بوزون توا الناس ولات تخلص ريت في البانيد لما جاء ريت كيما فما النقل والماكله والفرينه كل شيء فما 3% ولا 2% اذا كان يقدر عليهم رياضه واذا كان ما يقدرش عليهم يتكتك باش يحوس يعمل جاريه في البر باهي بنيناش عليها حاجه بنيناش عليها ما بنينا عليها حتى شيء الرياضه مشيناش عملنا دي باركور سنتي في وسط البلاد وتكون انتجري كما قلت انت فيها الصاله وفيها البيسين باش وبيفات صغيره باش يمشي هو صغار يراسي يمشي يقيد ولده في الـ في الـ في, الـ في, الـ في البيسين ويقيده في التنس ويقيده في الباسكيت ويقيده اما تبدا بطريقه انتليجنت ومندمجه في وسط المدينه راهي هذيك احد المكونات اعاده الهيكله الترابيه نتاع المدن وجماليه المدن وطيبه الحياه والخواطر الباهية طيبة الحياة للمواطن خاطر هذاك أهم أي هذاك أهم وصلنا غادي احنا هذاك أهم شيء وصلنا ما وصلناش وهو باش نقول لك حاجة وبأرخص سوق أرخص سوق خير من اللي استغنى ويمشي يدرج ويبدا يستنى ويجري ويلهث باش يلم أربع صور شوف الحلول هذه دونك هذا الكل مهم أنك تاخذه دون سا جلوباليتي وباقي نقول سوني با كيك شوز ديفيسيل حكاية رؤية كي نعملوا احنا بلاد جديده او حي جديد ماناش في الكراس شروط مش محطوط انك تعمل بلاصه خضراء وفيها باركور سانتي وفيها سال دو سبور نشوف الحلول دونك شو نقول ما نحبوا احنا نعملوا نمو اقتصادي ما نحبوا نعملوا دو ديفلوبمون ما نحب معش حبه نمو ولا تشادب دو ديفلوبمون كي نحبوا نعملوا دو ديفلوبمون وكما نحطوش الكل مع بعضه من جملتهم هذه بس خليتنا في الحلول يا لا لازم تتحط لي الحلول تنقول لك نمشي نجيب الصوارت اي وهذا داخل الانترودكسيون تاع الحلول باهي ما لا نمشي مباشره لوين الحل